الايد. ايه ده؟ ايه مين دي المغ... الو ايه دي؟ ايه دي التل... عايزه مني ايه؟ انت عايزه مني ايه؟ ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ايه ده؟ الموسيقى دي مش غريبة عليا. ايوه يا ابطال، جايين نلعب بوبي بلاي تايم الجزء الثاني، متحمس ليها جدا. ايه ده؟ الموضوع غريب قوي، وواضح كده بيقولوا انه في شخصية جديدة نزلت. قبل ما نبدا فيديو النهارده حط بقى لايكاتك الاسطورية، وانزل تحت اكتب كومنت جامد زيك. فليتس جو يا ابطال، ندوس بلاي. ماي جاد، شكلها عامل كده ليه؟ شابتر 2 فلاي ان اويب. اوكي، ها نيو جيم. بيقول لي لو دوست على اي حاجه تعمل سكيب. ماشي حاضر، مش هدوس. ماشي، شريط الفيديو هيشتغل. ماشي كويس. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه طيب؟ الو. افتكرت حاجه مخيفه. ايزي، يعني حاجات عادية جدا. اوه دي اللعبة، لحظة دي نزلت في السوق اللعبة دي. اقسم بالله دي الاطفال هيشتروها كلهم. بس بعد اللعبة اللي انا هلعبها حاسس ان يعني الاطفال مش هيشتروها، بس هي لعبة مش مخيفة يعني عادي. واو، بص مطاطيها ازاي، والله جامدة. يعني مثلا تقدر تعلقها هنا يعني تبقى زينة، زينة رمضان دي. لا لا مش زينة رمضان. وات ذا تايم؟ واو، بوبي بلاي تايم، متحمس جدا. ايه ده؟ في ايه؟ في صوت مخيف. ايه ده؟ ده في ايه؟ هو في ايه؟ ايه والله دوس سكيب. ويك اب، بتقول لي ويك اب ستايكز؟ بوبي بلاي تايم شابتر 2. ماشي، خلينا هادين وناخد نفسنا كده. وي لودينج، وهنبدا الجيم. وبجد انا متحمس جدا يا جدعان، والله ماشي. يلا يلا، 1 2 3. ايه اللاج ده؟ لا لا لا، مش عايز لاج. ايه اللاج ده من اولها؟ ايه ده؟ لحظه، ده اخر مكان احنا كنا فيه المره اللي فاتت. ايوه اللي كان في الجزء الاول. تمام. هو ايه ده؟ ماشي ما علينا يا جدعان. الرعب ده اقسم بالله. واحده ثانيه. ايه ده؟ في ايه؟ لا ملناش دعوه. طب ايه الحاجات دي؟ ايوه مد. طب الحاجات دي ما ينفعش برضك. طب الباب ده ممكن تفتح؟ طيب ما انا افتح ايه؟ طيب مش فاهم. خلونا كده ابطال، طيب نرجع المكان ده. تمام، هو اكيد المكان ده فيه باب او حاجه. خلاص واضح كده ان مفيش غير الباب اللي قدامنا ده، هو فعلا اللي احنا مفيش غيره بجد يعني. لا مش ده، قبل في ايه؟ هو ده الباب الوحيد فعلا اللي نقدر نفتحه. A few moments later. انتوا متخيلين ان بقالي ربع ساعة بحاول اعدي عشان الباب يفتح، وفي الاخر ادوس على الباب ايه عشان المهم ما علينا. الحمد لله. واهداء بوبي سعيد. ايوه كان انا عايزك سعيد دايما. ومين ده؟ ما علينا. ماشي، خلينا بس نمشي كده ونشوف في ايه. ايوه دوست على ايه اهو، انا اتعلمت خلاص الباب. بصوا بيفتح ازاي. تمام، بوبي دلوقتي هو مش سعيد قوي. في حاجة يا جماعة، في صوت. ماشي، السلام عليكم. ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ الاجواء مرعبة قوي. هنا تقريبا المفروض نحط ايدين يعني. بصوا او هنا واضح يعني، بس هم مش استنوا. بيبدأ الباب ده مقفول. او ماي جاد، في صوت. انت فين انت؟ والله حد الهاي. لحظة كده، ايه ده؟ ماشي خلاص استنى انا فهمت الفكره. لحظه، ايزي. اسف والله. لا خلاص. طب انا نحط الدرعين. ايزي، جامد يا لعيب، هو ده الاحتراف. ليتس جو كده، ندوس هنا. مين اللي ضحك؟ انت ضحكت. استنى كده، ندوس هنا. ده الصوت ده بيشتغل كويس. هو باين الحاجات دي المفروض نشيلها كده ايزي. وسع كده، ما توسعي انت، ممكن توسعي في ايه؟ ايوه كده. ايه
الخضة دي الهبل ده وقعت ازاي؟ والله الهبل ده والله. ماشي ماشي بس كده في ايه؟ ها؟ يا عم والله لا اطلع الهبل ده. المفروض كده المفروض ان الباب اتفتح، هعمل نفسي فيها لعيب، انا اطلع اصلا من هنا يعني، مش هعمل نفسي فيها لعيب. ماشي يلا الباب المفروض يكون اتفتح. ها؟ وات؟ A few moments later. المفروض الحاجات دي توقع كده يا جدعان، بعد اذنكم اوعوا عشان افتح الباب. مفتاح. هلا والله، السلام عليكم. يلا ماشي كويس قوي، هننزل عادي مش لازم بقى احتراف، هننزل ونطلع كده ايزي، مش عايزين نوجع دماغنا الصراحه يعني، عايزين نشوف في. المفروض ده مفتاح الباب. واو السلام عليكم. هلا والله يا ناس اللي هنا. ايه ده؟ هو مين ده؟ لحظة عشان ما يكونش ده اللي هيظهر في الجزء الثالث. مكتوب ماي بيست فريند، مين اللي بيتكلم اصلا؟ يعني انا مش فاهم. ايه الحاجات اللي بتبص انا عم بص ايه ده؟ لحظة ده بنلعب بيها الكورة دي يا جدعان، دي مش مخدة، دي مش مخ... اللي جاب كده؟ ايه الهبل ده والله العظيم، والله مش فاهم حاجة. ايه ده؟ اثار ايد. واو ماشي، هو تقريبا في حاجة المفروض ناخدها. ايه ده؟ واو شريط حط هنا نشوف هيقول ايه، ولا الكهرباء مش شغالة ولا هيشتغل. ماشي جامد. واو بيتكلم عن مصنع بوب الشريط. ايه ده؟ بيقول للشخص اللي صنعه. ديم ايه الدمية دي؟ لحظة، الدمية دي جديدة أول مرة أشوفها في اللعبة. هما ليه حاطين غيام على شخص معين؟ واضح اللي هو الشخص ده. مين بقى الديناصور ده؟ واضح دي شخصية جديدة. المفروض ان هو دلوقتي بيحكي لنا قصة. واو ايوه بقى، مين الشخص ده؟ واضح اللي هم مش عارف ليه حاطين عليه يعني حاجة سودة. هو رافض يظهر في لعبة ولا ايه؟ مش فاهم. ولا الشخص ده هنقابله في اخر اللعبة؟ مش فاهم. Even after suffering such a tragic loss, it began in the fateful year. I'm متحمس. إيه ده الصوت ده؟ الصوت زي الصوت اللي في الألعاب المرعبة. خلي بالكوا ده كتب رقم 19 تمام؟ ماشي خلونا نطلع المكان ده لأن ده الوحيد اللي احنا. اوعى تقول اوعى حد يقول لي اللي موميا هتيجي هنا اللي هي أم رجل طويلة دي ولا بيقولوا لها إيه مش عارف. إيه في إيه في إيه؟ بس ايزي. السلام عليكم. هلا والله. يعني ينفع سوري ايه بس؟ انت خليني فيها سوري يا ست. ابعدي ابعدي، اديكي بدايه الاثنين دلوقتي. ايه ده؟ ماشي ماشي، انا فاكر الحركه دي في الجزء الاول. ايه ده؟ استنى 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 اهو كده ايزي. اعمل ايه تاني؟ فين فين؟ ايوه هنا باين. ايزي، مش عايز حد يسقف يا جماعه بعد اذنكم، بس انت لو خضتيني تاني هكهربك تمام، عشان الحركه دي مش حلوه. العفو على ايه والله؟ بتقول على ايه؟ هتجيلي تاني؟ ماشي بس لو جيتي لو خضت ايه؟ واضح اللي هي بتقول لي هتطلع لي من الحاجات اللي زي كده. ماشي ماشي. طب انت اروح في ايه ده؟ انت هنا تاني؟ يا نهار ابيض. طب ماشي سيبيني اطلع بعد اذن، سيبيني اطلع. لحظه بس نطلع كده. صح زي التانيه زي التانيه، فهمتها فهمتها. واحد اتنين تلات ايه؟ دي يبقى لازم نعمل كده ايزي. ماشي يلا بينا يا جدعان. انا خايف ان هي تطلع لي معرفش ليه، بس ان شاء الله لا، ان شاء الله لا. ماشي ايزي. في ايه في ايه؟ عايزه ايه عايزه ايه انت بس عايزه ايه؟ هذا الطريق؟ ماشي ايوه. مش ده الطريق؟ هي ايه دي اصلا؟ وات؟ بيقول لي دوس تاب. استنوا، ما هي تاب ايه؟ مش معايا حاجه. ده ايه ده؟ مش عارف. هو بيقول لي ان انا المفروض تاب دي معايا حاجات يعني المفروض استخدمها.
واو قلت لكم والله كان قلبي حاسس. تمام كان قلبي حاسس. احنا المفروض ان نستخدمه. بس شيل ايدك. ايه ده؟ يا نهار ابيض الحاوي تحت عامله ازاي؟ طب بص بقى، واحد اتنين تلاته قول. ابدا من الاول. ان شاء الله مش هموت تاني ان شاء الله. اخر مره اخر مره. طب هستايك بس اخر مره. طيب معلش انا اسف انا اسف. يا رب يا رب. خلاص خلاص. ايه يا جدعان؟ انا والله العظيم ما اقصد يا جدعان، انا لسه جديد. ما هو كده ماشي، بس ما ينفعش اموت تاني صراحه. واحد اتنين ليه؟ ماشي تمام. المفروض انا دلوقتي مسكتها. يا رب بقى عدي. ايوه ما تهزرش يا جدع. يا عم والله والله لا بقى انا زهقت. A few moments later. اخيرا يا ابطال عديتها. يا لهوي اقسم بالله بقى لي كتير بعديها. ماشي تمام. تعالوا بقى نفتح الباب ده كده. طب ده ولا ده ولا ده؟ ايه ده؟ ايه الدميه دي؟ نفتح الباب؟ لا خلاص مش عايز افتحه خلاص. طب وده بيتفتح؟ سلام عليكم. ايه ده؟ هنبتدي اخض يا جدعان. عايز ايه؟ يا لهوي مين اللي خطفك؟ مين اللي خطفك؟ ها؟ قال لي انا هترد عليا يعني صح؟ ترد عليك يا بلال صح؟ بقول لك ايه، انا عايز اهرب من المكان ده. مش بيجري، ما بقاش يجري اقسم بالله. بقول لك ايه؟ طب اروح فين؟ اروح فين؟ استنى استنى. جيم ستيشن بقول لك ايه؟ وقعت غصب عني. لا ايه ده؟ ايه ده؟ ده ده في في ايه اللي بيحصل ده؟ جيم ستيشن؟ مش ده اخر مكان انا شايفه؟ ده مكان القطر. ماشي تمام. حاسس ان انا في نور قاعد بيشتغل تحته بيلعب. ايه الحاجات دي؟ وات؟ الطاقة؟ يا جدعان انا خايف. بقول لكم ايه؟ نعمل كده. في ايه ده؟ ايه الهبل ده ازاي؟ طب لحظة لحظة. باين ما ينفعش تلمس دي ولا دي لان دي شبهها. طب بس انا مش عايزة تلمسها. اكيد مش كده يعني يا بلال. تمام ماشي. بص احنا ممكن نعمل كده. مشكلة لو لمست دي خلاص يعني. تمام تمام. احنا المفروض نعمل حاجة حركة حلوة. مش عارف يعني ما ينفعش تلمس الحتة دي. هو في حاجة تانية، في حاجة المفروض هما يتعملوا هنا بس ازاي مش عارف. واو صح صح. ايوه ايه لازم المسها. طب ثانيه، طب ما انا بعد ما المسها ازاي؟ ايوه ايوه كده. ممكن ننط هنا. ايوه كده على ما اظن كده تمام. ايوه ايزي ابطال عاش. هو ده الكلام. الكهرباء كده المفروض اشتغلت. اوه جيم ستيشن فتح. كويس كويس والله عاش علينا. حلو قوي. هاي الايد. ايه ده؟ ايه ايه ايه؟ مين دي المغ... الو ايه دي؟ ايه دي التل... عايزه مني ايه؟ انت عايزه مني ايه؟ ايه؟ البنت دي بتساعدني، مالكيش دعوه بيها بعد اذنك. بصراحه خايف ادوس على ايدي الزرقاء تاخدها. بقول لك ايه، ما تقربيش مني اكتر من كده. ها؟ ما تقربيش مني اكتر من كده بقول لك. يا راو مطاطيه بطريقه بشكل مخيف. بقول لك ايه، ابعد عني بعد اذنك. ابعد عني انت دي جاي تصدق. بس ما بموتهاش والنبي. يا نهار ابيض ليه؟ طيب ليه ليه؟ لا لا انت هتقربي مني. لا لا انا مديك الامان، ما تقربيش مني اكتر من كده لو سمحتي. يا خرب بيت الصوت، والله صوت مخيف. لحظه انا دلوقتي مش عندي ايد. المهم اللي اتفتحت. انا دلوقتي مش عندي ايد. اخد ايد ايه دلوقتي؟ ويلكم تو. انا مش عارف افتح ايه دلوقتي. ايه ده بوبي ده ولا مين؟ ايه ده؟ ايه الدمية؟ اوه ماي جاد، واضح كده ان احنا نلعب معاها لعبة. ايه الصوت ده؟
السدات عم تسمع؟ يا الصوت الغريب ده، وايه المكان العجيب ده؟ اقسم بالله ما اشوف حاجه زي كده. ايد خضراء؟ وات، استنوا، واضح كده اللي احنا هيكون معنا ايد خضراء. لا 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 لا، ده الكلام هيبقى كبير. ثانيه، فينا حاجه المفروض ندوس عليها. ماشي، في جيم ستيشن. دي لعبه جديده، بس انا مش معايا ايد خضر عشان اشغل المكان ده اصلا. هجيبها منين؟ بس انا مش عارف. ماشي تمام، المفروض بيقولوا ان احنا نلعب لعبه. ايه ده؟ طب تعال نشغل. في حاجه جاي. لحظه، زي ما بتقول لي اقف في النص. تمام، عشان كده اللي بتاع اللي في النص دي ظهرت. طب انا وقفت اهو. نعم، اللي هنا. ايه، مكان جديد اتفتح؟ طب ثانية، ايه المكان ده؟ نفتح الباب؟ مش بيفتح. ايه ده؟ السلام عليكم. هلا والله. السلام عليكم، حد هنا؟ يا جماعة، لا لا، ما مش غبي للدرجة يعني، هنزل في الحفرة بصراحة ولا ايه؟ في صوت. مفيش هنا؟ واضح اللي هو مفيش غير حفرة. في انزل ازاي؟ ماشي. يا الله يا جدعان، اقسم بالله مخيفة. ماشي، واحدة، خد نفس يا بلال. اتخض هنا؟ نتخض صح؟ هنا؟ ما تخضناش. وات؟ ماشي، يبقى هنا بسرعة. نشغل الإضاءة. واو، في ايه اللي هيحصل هنا؟ شريط؟ خلينا هات الشريط ده، ما ينفعش اخده. ليه؟ ده ايه ده؟ ندوس هنا؟ ايه ده؟ مش عارف. بس لحظة، هي ايه دي؟ ايوه، المفروض تتعمل كده باين. ايه كده؟ واو، ايوه، تعالوا بقى نشغلها تاني. كل ما بينور لي على اضاءه حمراء المفروض ندوس على دي. طب ماشي، ندوس على دي بقى كده. ما دام هي اتعبت كده خلاص. طب هتروح فين بقى؟ واو، نزلت هنا. كويس، تمام. انا واضح ان انا بعمل بصنع ايد ليا جديده عشان اعدي بيها باقي المراحل. والله فكره جامده يا جدعان، التحديث اسطوري. ماشي، تعالوا نشوف الايد وهي بتتعمل كده. واو، انا هاخد الايد اللي في النص دي بصراحه حلوه، اللي هي التالته دي. هي وقفت ليه؟ واضح ان انا ادوس، لازم ادوس. ايه، ما انا بدوس اهو يا عم. والله ايه ده؟ في مشكله. واضح اللي هو بيقول اللون مفيش لون. ايه ده؟ في مكان فوق بيفتح. طب ده فخ ده ولا اعتبره جدعانه يعني منكم ولا ايه؟ مش فاهم، بس ماشي. اقسم بالله قال لو في حاجه فوق هطلع. ايه ده؟ ايه اللي جاي ده؟ هلا والله يا اللون الاخضر، كيف حالك حبيب قلبي؟ ماشي كويس قوي. اللون الاخضر المفروض اللي هو جاي لنا دلوقتي، المفروض اللي احنا ناخده. تمام، طب بقول لك ايه، ما تعالى اخدك وانت هناك كده. ايوه، هنا كان عامل لي اكيد، هحطه هنا صح؟ قلت لكم. ماشي كويس، يبقى احنا كده حطيناه. خلينا ننزل. ماشي، المفروض اللي احنا ندوس بقى على ايوه، ايزي يا جدعان، ايزي، ليتس جو. لا، مش ده. ايوه ده كده، تمام. بس كده بقى في لون اخضر، تمام. وانا اخد الاربع ايادي ولا ايه؟ هما واحده بس، ايدي اليمين عشان اشغلها بس. يلا ندوس على اخر حاجه، يلا بينا. خدت ايد، عاش قوي. طب ماشي، نفتح الباب ده ولا ايه ده؟ ايوه، احنا معانا حاجه. ماشي، مش معانا فيديو المفروض نتفرج عليه. ماشي، تعالوا نتفرج عليه. ماشي، دي الموسيقى المعروفه، بوبي بلاي تايم، جرين هاند. ايوه، الحمد لله جبناها. بيقول لي ازاي تستعملها. ماشي، ما معروفه هي دي. ايد جديده يعني ولا ليها قوه خارقه ولا ايه؟ واو، لمده 10 ثواني تقدر تغيرها ما بين اللونين.
ماشي. المفروض اللي هو انا بيقول لي ايوه لما تيجي تدوس كده عليها تفضل ثابت مثبت عليها، دي بتقدر تقعد 10 ثواني، يعني فيها قوة اضافية. حلو جدا، بتديك وقت. ايه ده؟ واو، فهمت فهمت، هو بيدينا تعليمات يعني عشان نقدر نستخدم الايد. ثانك يو حبيبي والله، شكرا على المعلومة، شكرا على المعلومة. جراب باك، ماشي خلاص. هو احنا دلوقتي المفروض نعمل حاجة، انا مش عارف احنا المفروض نعمل ايه فعلا، ولكن المفروض في بيبان من يعني في بيبان تقدر تتفتح. لحظة، هي ايه دي؟ وات؟ دي شحنة كهربائية نقدر نفتح بيها دي؟ واو جامد، بسرعة بسرعة، عاش قوي. دي هتقفل؟ ده قفل عليا. واو لحظة، ماشي، ايه المكان اللي انا فيه دلوقتي ده؟ يا جدعان لحظة، ده المكان اللي كان هنا. ايوه ايوه اللي احنا كنا بنمشي نلاقيه. تمام، في ايه في يا جدعان هنا؟ ايه ده؟ انت مدوس هنا؟ مين الشخصية الجديدة دي؟ بيتكلموا بطريقة غريبة أوي. واحدة 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 واحدة. ايه ده؟ في انا جيت فين؟ انا رحت فين؟ ما بين اربع حيطان يا جدعان. في ايه في ايه في ايه؟ واحدة واحدة بس. شغال الفيديو بس انا مش معايا شريط. ميوزيكال ميموري؟ This advanced memory and cognitive recognition test. لحظة، ده اختبار، اختبار ذكاء. بقول لك لازم تحل بسرعة، هو نختبر نشوفك ذكي ولا انت مش ذكي. ايه ده؟ هيجيب لي الوان؟ الوان وادوس عليها. عيب عليك يا باشا، انا ايه بجيمنج؟ ها انت ما تعرفش عني ولا ايه؟ ما سمعتش عني في الاخبار؟ ماشي ماشي، بيقول لي صح. ايه ده؟ وات؟ ده في وحش فوقي اقسم بالله. بيقول لي لو انت جاوبت غلط هيجي ويسقف على وشك. عيب عليك، مش مفيش حد يقدر يسقف على وش بي جيمنج. انت ايه اللي يسقف على وش الابطال؟ يسقف على وش. جود لك حبيبي. طب ايه هنلعبها ازاي عشان مش فاهم حاجه يا جدعان؟ انا خايف اقسم بالله، حاسه هيخدوا بي. ايه الصوت ده يا جدعان؟ اقسم بالله اتخضيت. في ايه دي جاي عليا ليه؟ انت بتضربيها ليه ولا في انا مال انا ام؟ وانت جاي ليه؟ بعد اذنك ممكن تبعد؟ بليز بليز ابعد، والنبي ابعد، والنبي والنبي. المفروض اللي هو يسقف على وشي كده. انا بقول لكم اهو، لو سقف على وشي مش يسقف على وشي. يلا ايه ده؟ ايه الحد جرين؟ ايه ده؟ ده بيسقف جرين جرين يلو. ليتس جو. جرين يلو ريد ايزي. ماشي، جرين يلو ريد بلو. ماشي، ريد بلو جرين يلو ريد بلو جرين. وريني، عايز تسقف على وشي؟ ماشي، راوند 2 ليتس جو. جرين بس نبلع. جرين ريد ايزي. جرين ريد بلو. على مين يبي جيمنج؟ ليتس جو. جرين ريد بلو بلو. ابلع يلا. جرين واحد اثنين ماشي. بلو يلو فين لون تبيعي؟ استنى يا عم، ده جاب لون جديد. فين البزازول؟ ايه اهو، اطلع فوق اطلع فوق يلا. ماشي والله خايف. راوند 3 والله هيبقى اصعب حاسس. اورنج، فين الاورنج ده؟ اللي هو الاصفر. لحظه، ده الاورنج. وات؟ اورنج جرين. بلال ركز. ها اورنج جرين وايت، في الوان جديده بدات تطلع. ماشي، اورنج جرين وايت. ايه ده؟ بيطلع فوق. اورنج جرين ايه؟
اورنج جرين وايت فايولنت بعدها اورنج اطلع فوق ايه اورنج جرين وايت فايولنت بعديها اورنج بعديها بلو اطلع فوق يلا اطلع ليتس جو بيبي ليتس جو كسبت راند فور اقسم بالله تبقى اسحب بهلا ركز بالهبل ده بلو لازم اركز مع الكلمه الانجليزيه بلو بعديها جي ماشي بلو جي قلب ماشي بلو جي قلب يلو ما تخافش منه محدش يخاف منه بلو جي قلب يلو ماشي استنى طيب بلو جي قلب يلو اطلع فوق ياهو اطلع فوق بلو جي قلب يلو بس ايه يا جدعان ايه ده ايه ده اقسم بالله عديت الصح دي لعبه تعبانه يا نهار ابيض يا جدعان لحظه اوعى اكون دوست على يا جدعان الموضوع والله راوند فور اقسم بالله صعبه لو حد جرب اللعبه والله العظيم راوند فور صعبه يا نهار ابيض تاني جي اهو يا عم جي ماشي جي قلب انا هركز يلا جي هارت جي يلا جي هارت جي ودي يلا ماشي جي هارت جي دي اورنج ماشي يا ماما ايه كل دول فايف السلام عليكم معنا ايه ده ده المفروض ادوس على دي استني ايه دي بوم واو ليتس جو ديم مين اللي بيتكلم كسبت انت فاكر انا مش ذكي اقسم بالله ده انا اذكى منك يا ام رجل طويله انت ماشي ايزي يا نهار ابيض والله صعبه ايه ده يما دي ايه ده لحظه دي بعتت بصوا يا جدعان ايديها والنبي بصوا ايديها من هنا لو يا لهو على الطول واضح اللي هي بعتت لي حاجه اخدها يعني المفروض دي اخدها من المرحله الجايه يعني المفروض دي كده في جزء تاني او ماي جاد واضح ان احنا هنروح القطر وهيكون في مغامرات تانيه وطبعا المغامرات التانيه دي هسيبها لكم للجزء التاني يا ابطال ايه ده كده اربعه للجزء التاني يا ابطال ان شاء الله من الفيديو ده لان انا هلعب اللعبه دي مره تانيه بصراحه اللعبه جامده قوي لو عجبتكم قولوا تحت يا ابطال في الكومنتات بصراحه اللعبه خرافيه بمعنى الكلمه مستني رايكم تحت يا ابطال في الكومنتات لو كده نكملها ونختمها مع بعض اللعبه لسه نازله فبس كده يا ابطال اتطور فيديو النهارده خلص اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تحطوا لايك الفيديو سبسكرايب للقناة ما حاجة تفعلوا زر الجرس عشان يصل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديدة وبس كده يبقى جيمنج اكسوي سلام